في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي، وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني، وأسكب الماء فوق الرأس غسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بالأمس وعدنا المشاهدين أن نكمل معهم علامات الساعة الصغرى. نعم. قلنا أنها كثيرة. نعم. وسوف نقوم من خلال فضلاتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى برصدها إن شاء الله في خلال هذه الحلقة. توكلنا على الله يا بني. ونعم بالله إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، مع علامات الساعة الصغرى الجزء الثاني من هذه العلامات، والدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق، تعمير قصة نجاح. تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، برج الأميرة أطول برج في الشارقة، مشاريع الدانة في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، مدينة السلام في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، والعديد من المشاريع المميزة. تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، وهنا نتعلم من فضيلتكم، راصدين بورقة وقلم علامات الساعة الصغرى، مكملين الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله رب العالمين. تفضل. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي، أو صنفان من الناس لم أرهما. يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في حياته. السلام. قوم معهم سياط كأذناب البقر. نعم. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. نعم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في علامتين، علامتان جديدتان من علامات الساعة. نعم. ناس قوم معهم سياط كأذناب البقر، كذيل البقرة. نعم. هؤلاء هم قوات مكافحة الشغب، والذين يؤذون الناس بالعصي الكهربائية وغيرها. السياط جمع صوت، جمع صوت هو العصا، يعني يستبدل بها العصا او الجلد التي الدره التي يخفق، كان زمان يخفق بالدره، الان في عصا، العصا تطورت صارت عصا كهربائيه. صحيح، قصيره بالاعضاء. نعم. كاذناب البقر المراد بها انها قصيره. قصيره. نعم نعم قصيره. نعم. ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب، يضربون الناس بها، ولا يضرب مسلم، لا يضرب، لا يضرب. لماذا؟ هناك حدود في الإسلام،
وهناك تعزير. ما معنى التعزير؟ التعزير هو يعني شيء ليس فيه حد، وانما يقوم الوالي او القائم بالامر بتاديب الخارج عن القانون بهذا الامر. يعني هو لم يرتكب حدا يوجب حده. لم يرتكب حدا يوجب الحد. يوجب الحد. تمام. لم يرتكب حدا يوجب حدا. نعم. تنفع نقول في اللغه. جميله، ممتازه، جميله. الله يبارك. نعم. فهو لم يرتكب كبيره تستوجب هذا الحد، ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الامر ان يقومه. صحيح. يعني مثلا انت تسير ترى شابا مائعا. نعم. يلبس في يده بتاع هكذا سلسله وسبحان الله. يعني وفي الاسلام يجب، يعني يجب ان يعزر، يعني يهذب، يؤدب، يعني بطريقه. لكن لو تركناه كده على يعني فتحنا الباب على مصراعيه لظهرت الميوعه وكده، لابد ان هذا يعني الولي له شرعا ان يعذب امثال هؤلاء. شرعا أن يعزرهم. لابد لأن هؤلاء مثال سيء لبقية الشبان. فرضنا جدا أن هذا الشاب وضع تحت المجهر، أو وضع تحت أنه مغني، فنان، لاعب كرة، من هذا المثال. فأولادنا سوف يتشبهون به. صحيح. فلا بد من قطع وأد الفتنة في مهدها. وقصة نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد. ما هي؟ نصر بن حجاج لما قالت المرأة وعمر يمر يجوس في المدينة ليلا يعس ويطمئن على حال الرعية، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ عمر حصل له رعب، صلى الفجر وقال: أيكم يعرف نصر؟ هذا الجميل. فلما جاء بنصر وجده رجلا جميلا، قال: احلقوا له شعره، حلقوا شعره فازداد بهاء، قال: عمموه فازداد جماله. سبحان الله. فقال زوده مالا وقال: اذهب الى الشام، لا يجلس معي لا يساكنني في المدينه شاب تهتك به العواتك في خدورهن. ثم سال عن المراه، علم ان زوجها على سفر في 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 في, في جيش من جيوش الفتوح الاسلامي، فتوحات. فامر بعد ان دخل الى حفصه. عمر ياتي المستشارين، لا بد من استشارة. كم تصبر المرأة على زوجها يا حفصة؟ ويسأل حفصة، أولا هي ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف الله. قالت: يعني يا أبتي 4 أشهر. هكذا قدرت يعني. فقال: لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه 4 أشهر إلا إذا أذنت. إذا أذنت. وأرسل رسالة فورا إلى قواد الجيوش ألا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات أكثر من هذه المدة، درءا للفتنة والمفسدة. فانظر إلى عمر عندما رأى، انظر إلى الأحكام ترتبت ببناء لمصلحة المسلمين. نعم. صحيح. الصنف الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات. معذرة، هذا الصنف الأسياط كأذناب البقر يعذبون بها المسلمين لم تكن موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا التابعين. يعني 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 أبو بكر كانت أبو قحافة بلغ 80 من عمره فكف بصره. نعم. فجاء رجل جار لأبي سفيان يشكو أن أبا سفيان نقل عليه الحد، دائما في الأرض في هذا حد او حديده توضع هكذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرف، او ارض فلان من ارض فلان سليم. فرجل ابو سفيان نقل الحد، فانت لما تنقل متر واحد في طول الارض فانت اخذت مثلا نصف الدم مثلا عده الاف. فجاء رجل يشكو، فجاء ابو بكر تحقق من القضيه، قال: يا ابو سفيان اعد الامر الى مكانه، يعني هذا الحد الفاصل ضعه الى مكانه. تمنع ابو سفيان، قال: لا. قال: عته يا ابا سفيان والا علوتك بالدرة. هذا هو التعزير الذي يملكه ولي الامر. فابو قحافه يقول لابي سفيان، ابو قحافه تعجب، قال: على من يرفع صوته عتيق؟ ابن ابو بكر اسمه عتيق. عتيق ما شاء الله. امه لما سئلت لما سئلت سبحان قبل الاسلام لما امه التي سمتها لما سميتيه عتيقا؟ قالت: كي يعتقه الله من النار. سبحان الله. قبل الاستاذ ملكات واضح ان واضح ان اصطفاء على من يرفع درته عتيق. عتيق. قالوا: على ابي سفيان. قال: قد عدوت طورك يا عتيق.
الله يعني الله علي طارق يعني انت تعديت الحدود. قال يا ابتي ان الله اعز بهذا الدين رجالا عندما اطاعوه واذل اخرين عندما عصوه. يا الله. فمنطق القضيه في الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وهذا هو ميزان الصحابه. فعلما يحتاج ابو بكر الى شرطي يضرب ولا عدله يكفي الجميع. وكان سيدنا عمر معه درة. وقالوا ان درة عمر اهيب من سيف الحجاج. سبحان الله. طبعا لان الشيباق الشيباني بن شيبة حاملي مفتاح الكعبة لما منع الرسول يوما، الرسول داخل معه كان يفتح الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس، فالشيباني يقف هكذا فيمنع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، والدعوة مضطهدة وكانت اسمها. قال له يا عثمان، عثمان بن ابي طلحه اسمه كده شيبان، يا عثمان عسى ان يقضي الله يوما ان يصير هذا المفتاح يوما بيدي، ادخل الكعبة من اشاء وامنعه من اشاء. قال عثمان يومها بطن الارض خير من ظهرها. بطن الارض يموت يعني. انا الموت احسن لي يعني، شوفوا الكبر. يا الله. وجاء اليوم فتحت مكة. وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند امه، فخبأته في تكة سراويلها. لا في براء عربية يعني سبحان الله. فذهب ابو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من مد يده الي قطعتها. ولا يستطيع احد منهم يعني. فعاد قال عمر اذهب انا يا رسول الله؟ قال اذهب ابن الخطاب. سبحان الله. فمن باب خارج الباب يا ام عثمان قالت هاك المفتاح. الله ما راك الشيطان سائرا في طريق الا وسلك طريقا اخر يا ابن الخطاب، حتى قالوا ان درة عمر اهيب من سيف الحجاج. يا سلام. لان الهيبه مش في الظاهر، الهيبه من الداخل. صحيح. بالرغم من انه قال لابن المصري اجرها على صرع تعاون العدل. هذا هو التعزير ايضا. يعني اذا المراد من قول المصطفى عليه الصلاه والسلام قوم معهم سياط كأذناب البقر. نعم يضربون بها الناس. هذا مجرد التعذيب وليس التعزير او درء الفتنه. لا 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 ليس لمصلحه، من باب التكبر، من باب ان الدوله ولتني انني لا فوقي احد، لا اهتم للقانون وهكذا. جميل. والصنف الثاني، العلامة الثانية، نساء كاسيات عاريات. والتمثيل عجيب. في كاسيات عاريات يرتديات الملابس، يرتدين الملابس في عرفهن انهن كاسيات، ولكن عاريات. نعم. يعني ملابس تظهر اكثر من خليعة. يعني تظهر اكثر مما تستر. شفافة. نعم سبحان الله. تصف وتشف. تمام. فكاسيات عاريات. نعم. انظر الى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. المائلات مميلات. سبحان الله. مائلات يعني مميلات. يعني اذا سارت لا تسير سيرا فيه ادب وحشمه تتسكع تتراقص هكذا. ولذلك قال ربنا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لان المراه لطبيعه الحذاء الذي ترتديه المراه كعب عالي فربما يتطلب منها هذه المشية. جميل. وهذا الكعب يؤثر على الاعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا. عجيب. سبحان الله. عجيب. كلما صنعنا ما ينافي الفطره وما يبتعد بنا عن طبيعه جداتنا واجدادنا يعني كنا في علامه الامن لتتبعن سنن من كان قبلكم. صحيح. شبرا بشبر وذراعا بذراع. صحيح. حتى لو دخلوا جحر ضب ودخلتموهما هذه مصيبه. سبحان الله. فمائلات مميلات لغيرهن. يعني هي اصلا تسير مائله. نعم. تتمايل هكذا. تمام. حتى يميل اليهن غيرهن من الرجال، وتميل بعض من النساء الى تقليدهن. يا سلام. جميل. هذا المراد بقول مميلات للرجل وللمراه. يعني تجعل المرأة أن تقلدها. لأن البنت لما تجد نجمة الإغراء والفنانة فلانة والممثلة فلانة والمغنية تلبس كذا فهي تقلدها. تميل غيرها. يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني ليست المصيبة عندي، لا، وأنا المصيبة عند يعني أرأيت ما إيه الذي ينهى عبدا إذا صلى. يا أخي أنت لا تصلي، طب لا تنهى عبدا إذا صلى. صحيح. فهو هي مائلات مميلات. الشعورهن كأسنمة البخت. أو رؤوسهن كأسلمة البخت، زي عبد السلام الجمل.
سبحان الله. البخت هي البعران سبحان الله. الجمال جمع بعير جمع بعير مش اللي تعبط شرا هذا الكلام صحيح ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيه. فأسلمة البخت رسمونك أسلمة البخت السنام بتاع الجمل الله يرضى عليك يعني تعملها فورما وتعملها مش عارف تشكيلة الشعر شوف الرسول عليه الصلاة والسلام شعورهن كأسلمة البخت وكأنه ينظر إليه لحظ الغيب طبعا يرانه صلى الله عليه وسلم شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشم ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا لا يدخلن الجنة ولا يشم ريحها هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله فضيلتكم تثير قضايا غريبه الشكل لا انا لا والشفاعه و... شوف انا اشرح انا لا اتي الرحيم انا لا اتي بشيء من عندي انا احدث عن رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام هذا حديث نود ان نعرف مدى صحه الاحاديث التي تاتي بها فضيلتكم طيب. في هذا البرنامج هذا الحديث حتى نقطع هذا الحديث في صحيح مسلم رواه ابو هريره جميل جزاكم الله خير شوف كل حديث سوف نقوله لك ان شاء الله وللإخوة المشاهدين محقق صحيح لم آتي حتى بحديث مرسل ما جئت الا بالاحاديث الصحيحه طيب جميل جزاكم الله يعني عشان اطمئن الجميع يعني شوف الحديث المرسل ناخذ باطمئنان لا لا يعني أن كل احاديثنا التي جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه احاديث صحيحه اما متفق عليها او صحيحه لم ناتي بحديث غريب ولم ناتي بحديث مرسل ولم ناتي بحديث ضعيف او حديث الموضوع الا الدار الاخره طيب على بركه الله يرضى عليك لا يدخلن الجنه ولا يشم ريحها وان ريحها لا يشم مسيره كذا وكذا يعني وهذا جعلنا ان نوجه النداء الى جميع اخواتنا اللاتي تاخرنا في لبس ما امر الله به سبحان الله يعني المدرسه لها زي وبعض المؤسسات لها زي الطبيب له زي والغاطس تحت سطح الماء له زي المسلمة هذا زيها أو على الأقل لا تكن من علامات الساعة يعني للأسف هي ظاهرة ولكن لا تعجلنا يعني ليه بس طب ليه لماذا تدخل تحت يعني أنا لو قلت لموظف أنت لن تأخذ هذا الشهر راتبا لبك ليل نهار والرسول يقول لها أنت لن تدخل الجنة الغرض اعتقد انه ليس تحريم دخولها الجنه ولكن تحفيز لها على الالتزام حتى تدخل الجنه. احنا نود ان الدخول يدخل يعني وربما فضيله الشيخ نود ايضاح هذه النقطه للساده المشاهدين، الغرض من علامات الساعه ان نثوب ونتوب الى الله تبارك وتعالى. لأن ان نقضي عليهم بقربها وبدنوها. لا القضيه ليست في ذلك. يعني القضيه ليست في ذلك، القضيه في ان نتنبه الى امر الله سبحانه وتعالى. قبل ان تظهر علامات الساعه الكبرى. بالضبط. بس وقبل ان اموت. نعم. لابد لنا من توبه. بس هذه القضية جميل الله يرضى عليك وماذا ايضا من علامات الساعة؟ طيب لو كانت وراءكم أمة من الأمم يعني لو جت أمة بعد لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدم نساؤهم نساءكم يعني لخدمنا نساؤكم نساءهم نساؤكم نساءهم نعم كما يخدمنا نساؤهم نساءكم نساؤهم نساءكم نعم نود تفسيرا يعني الأمة إذا لم تتق الله سوف تذل بعد أن كانت الجواري يأتين من هنا ومن هناك يخدمنا نساء المسلمين النون النسوة ايوه لخدمنا نساءكم نساءهم نعم انا فهمتها لخدمنا لا لخدمنا نون النسوة يعني نساؤنا تخدم نساء الاتي اليه لماذا؟ لان سوف يحدث احتلال ويحدث تمزيق لشمل الامة الاسلامية ويحدث ضعف الله اكبر فتنقلب الاية كما يخدم نساؤهم ايوه نساءكم أيوة كما كانوا كانوا كنا احنا سبحان الله تدور الزمن يدور ده طبعا لماذا قالها ابن الخطاب يوم ان خاض في مخاضة الطين يوم تسلم فتح بيت المقدس قال الجمله العجيبه عبقري الاسلام الاول نعم قال رضي الله عنه كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله يا سلام هذا كنا أذلاء لا فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام
أدبنا الله. الله يا سعد، رسالة عمر له في القادسية، إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. يا الله جميل. أصل تاريخ عمر تاريخ عجيب. إذن القصة في معيتنا لله سبحانه وتعالى. بس القضية الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس. لا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذا نفس الكرة تعاد. لا لا لا، نحن بقربنا من الله ننتصب ببعدنا عن الله. وضحت الصورة؟ جميل. طيب قوم علامة أخرى، خذ نحن نتوالى عن خلال دولتك. مكتوب معك فضل. قوم يخضبون بهذا السواد. يخضبون بهذا السواد، يعني وأشار إلى شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. الصبغة. الصبغة صبغة سوداء. السواد. آخر الزمان كحواصل الحمام. آخر الزمان أيوه كحواصل الحمام. كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. لا يريحون مش لا يشم يعني مش مش سبحان الله. يا الله. رواه النسائي على شرط الشيخين، حديث حسن صحيح. يعني ايه قوم يخضبون بهذا؟ ايوه اشار الى ماذا؟ الشعر واللحية. شعر يخضبون بهذا السواد. سواد السواد ليه؟ ليه ابو قحافة لما جاء مسلما كان كبير السن، فلما جاء به ابو بكر فرحا ان ابا بكر سيدخل الاسلام. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، أنا جعلت الشيخ مكانه وأنا آتيه؟ يا اللهم صل وسلم عليه. هذا الخلق، هذا الخلق يحترم السن. يا سلام. يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وأنا آتي ليه؟ أم لأنه هو أبو بكر؟ لا 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 لا، لأنه كبير السن. ليس منا من لم يعقر كبيرنا، الله يعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقال بعدما بايع الرسول ونطق بالشهادتين: خضبوا للشيخ وجنبوه السواد. الرجل عنده 80 سنة ويصبغ أسود، يعني ده بقى خفيف عقله. هو كان يخضب بالسواد؟ كان بعض الغير طبيعي، يعني كان في قبل الإسلام يخضبون بالسواد ليظهر شابا. الطبيعي جاء الإسلام دعوة الجاهلية. لا لا تمام، جاء الإسلام لا لا عايز تخضب خضب بالحنة بالحناء، لكن بالسواد لا. وبعدين في نقطة: ما من شعرة تشيب في الإسلام إلا واستحى الله أن يعذب صاحبها في النار يوم القيامة. حديث هذا حديث. ما من شعرة تشيب في الإسلام، يعني أنت كبرت الله. مسلم بهذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير. صحيح. لأن العربي كان لا نخجل من هذا البياض من هذا الشعر الأبيض أو نقوم بالصبغة مثلا. عيرتني بالشيب وهو وقاره، ليتها عيرتني بما فيه عار. يعني فالليالي تزينها الأقمار. فالقضية أن العربي كان يشيب كبيرا بعد الثمانين بعد التسعين. العربي طبيعته كده. الرسول عنده 41 سنة. أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و17 شعرة في لحيته شابا، هذا على غير عادة العرب. سبحان الله. فقال: عجل عليك الشيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: شيبتني هود وأخواتها. القرآن هود والتكوير والانفطار والانشقاق. شهاب الرسول حديدة. اول ما يسمع عن الاخره كان يهتز يبكي. وهذا هو المراد، اول ما يسمع عن الاخره اول ما يسمع عن الاخره. لا واحنا كلنا نشيب في صياغه الوعد الحق يبكي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: يا عبد الملك بن مروان يا امير، لما عجل عليك الشيب؟ قال: كثره صعود المنابر، كل ما اصعد المنبر اهتز اخاف من الخطبه وخشيه توقع اللحن في اللغه. سبحان الله. فالرسول شاب لانه عجل عليه الشيب، لان هود واخواتها شيبته. سبحان الله. ولذلك كان رغم ان الله غفر له ما تقدم وما تاخر، يعني قلت يا رسول الله يعني استرح، يعني خلاص غفر لك. افلا اكون عبدا شكورا؟ حتى قال له، كان يقف يصلي بالليل حتى تتورم قدماه عليه تورم السلام، فكان يتحامل على رجل ويرفع رجل الاخرى ليستريح، فينزل عليه قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فظن الناس أن طه اسم من أسماء النبي، لا، طأها وخففت، طأ الأرض بكلتا قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جميل هذه النظرة. طأها طأها، فعلى التخفيف طأها، لكن طأها ليست اسم، حذف الهمز تمام أصبحت طأها مخفف تمام هكذا.
نقول طه اسم محمد عليه الصلاه والسلام. لا 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 طه ولا مصطفى, هو وحدد اسماء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. احنا خلينا واقفين عندما قال قوم يخضبون بهذا. أيوة هذا ايوه السواد. تمام ايوه سبحان الله عليه الصلاه والسلام. حواصل الحمام لما تشوف لحيه واحد كده وسوداء سبحان الله في الحمام احيانا تبقى بيضاء ولها حواصل كده سبحان الله. صحيح. شوف التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم حواصل الحمام سبحان الله. طبعا هذا التشبيه لا يريحون رائحة الجنة. بعضهم يفسرها ربما لأنهم يحلقون هذه اللحية ويتركون هذه المنطقة. والله هذه فقط. ليست لحية, هذه ليست لحية سبحان الله. هذه ليست لحية؟ لا لحية. والله هذه ما لا ما أدري والله أنت في اللغة ما ذي المرحلة المنطقة دي ذقن. نعم. إذا لا بأس أن نخضب بالحناء. نعم نعم نعم. أما بالسواد لا. يعني حكم جاز للنساء هذا جميل. تحبك النساء هكذا؟ لا لا يرضى عليهم لانها في بيتها مع زوجها رجل وسط كده يعني. ربما في بنات من بناتنا من كثره المشاكل ومن كثره الابتلاءات تشيب البنت في العشرينات من دراسه الكيمياء ودراسه الفيزياء ودراسه الاحياء والاموات وكده مصيبه ما كانت. لكن جدتها ما شاء الله عليها لا قوه الا بالله. يعني صحيح. هذه علامة. نعم. علامات أخرى. نعم. يتقارب الزمان. يتقارب الزمان. فيكون العام كالشهر. ويكون الشهر كالجمعة. وتكون الجمعة كاليوم. ويكون اليوم كومضة السعفة. يعني كاشتعال السعفة, سعفة النخل. نعم. ومضة. سبحان الله. لحظة. لحظة. ضياع البركة من الوقت. هذا نقول الوقت لا يكفي, اليوم يكفيش. لا البركة ليست فيه. لأن واحد يقول إيه أنا أعمل إيه والعمل, يقول له لا راجع حساباتك, اتق الله يبارك لك في وقتك, وإلا يصدق عليك علامات الساعة تنزع البركة من الوقت. سبحان الله. كان زمان لما من رمضان لرمضان إيه فين رمضان لما جاء, يقول الله رمضان كان سبحان الله قريبه. سبحان الله. صحيح. فهذا من علامات الساعة, يتقارب الزمان. وفي رواية أخرى تنزع البركة من الوقت. صراحة. واضح. يتقارب الزمان. وفي رواية المسند العام. نعم. كالشهر. والشهر كالجمعة. والجمعة كاليوم. واليوم كالومضة. يا سلم. أو كاشتعال السعفة. وارقة هكذا. سبحان الله. سلم يا رب. حدثت أن لم تحدث. حدثت. موجودة ولا مش موجودة؟ موجود. سبحان الله. طيب يا سيد. ماذا؟ سيدنا ابو حذيفه بن اليمان كاتم سر رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كان مع اسماء ال17 منافقين. يقول ايه؟ كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. شوف الذكاء يا اخي. يا سلام. هو كان يساله عن الخير, انا اسال عن الشر. قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير, هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. من الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام. وقتها. وقتها وجودك يا رسول الله. جميل. وجود القرآن وهذه الصحبة الطيبة من الصحابة. أنجب التلاميذ في العالم والمريدين. في بعد الخير ده في شر؟ قال نعم. قال وبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن. فيه دخن. يعني إيه؟ مش خير صافي. ما دخنه؟ الله يرضى عليك. هو يسأل وما دخنه؟ سبحان الله. قال قوم من بني جلدتنا. من العرب. من المسلمين. المسلمين. سبحان الله. يتكلمون بألسنتنا. نعم. ويصلون إلى قبلتنا. نعم. سبحان الله. سبحان الله. ألسنتهم ألسنة العرب. وقلوبهم قلوب الأعاجم. الله. هو لسان عربي. يا الله. لسان عربي. زي وزيك. نعم. ولكن فكره غربي. غربي تمام. سبحان الله. انت وقرانا في التاريخ الحديث. صحيح. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. موجود. سبحان الله. قال ايه؟ دعاة على ابواب جهنم. اعوذ بالله. من اطاعهم قذفوه فيها. بيمشي وراهم. يقول لك ايه؟ افصل الدين عن الدولة. سلم يا رب. مش دول دعاء من بيننا؟ صحيح. افصل الدين عن الدولة ريح المسألة. صحيح. سبحان الله. من دعوة سبحان الله العظيم. قال فماذا أصنع إن أدركتهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أعمل إيه؟ يا سلام. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خليك فين المسلمين؟ فين جماعة الإسلام الوسطية؟ فين اللي عاملين بالكتاب والسنة والإمام؟
العالم الثقة. قال فإن لم يكن هناك لا جماعة ولا إمام. وهذا معناه أنه سيأتي برضو سيأتي اليوم فيه سبحان الله العظيم. سلم يا رب. سلم. قال ألزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. أنا عايز أنجو. لا إله إلا الله. الموضوع مش سهل. لا إله إلا الله. الفتن هذه سبحان الله. مرة ثانية الحديث. نعم. حتى نحاول التركيز. نعم نعم. في 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 زمننا هذا خير. أيوة في الأول في خير ولكن فيه دخن. نعم. دخن. إيه دخن؟ لا معذرة هنالك خير. خير. من بعد شر وبعدين شر وبعدين خير وفيه دخن. خير فيه دخن. خذ نص الحديث. نعم. يا خذ نص آخر. تفضل. قال لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. نعم. يألفوا من عندهم دين. لا إله إلا الله. ما احنا مش شايفين صور عجيبة؟ لا أوي. سبحان الله. هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول ضريح من الأضرحة؟ لا. هاي يا أخي. سبحان الله مثلا. هو قوم يهتدون بغير هدي. لا من في دماغه كده. سبحان الله. هو عايز يعمل دين خاص. تدخل بيوت من بيوت تلاقي حاطط لك وضع لك 30 جزء قرآن في المآتم بالذات. واحد يروح ساحب جزء. يقول لك عملنا ختمة. ختمة إيه يا عم؟ حضرة. والله ختمة والله حضرة عجز. يهتدون بغير هدي يعني ناس يهدون بغير هدي عندهم يعني نسخة أخرى. نسخة أخرى. والختمة دي مش في مش عندنا مش في. ما فيش كلام ده. لم يعتبر رسالة التصليح. وبعدين معذرة يعني لما واحدة كده الله ورسوله تحجبي تخرج كده مش ده تهتدي بغير هدي صح. هو في إيه يعني؟ صح. انت عامله كده ليه؟ نريد ان نسقط هذه الاحاديث على الواقع ما احنا حتى نفهم معاني الحديث. طب تمام. هو يهدي بغير هدي. اناس يهدون بغير هدي. يعني واذا ضاع تحتها كل ما ظهر الان ولم ياتي به كتاب ولا سنه. لما تقيسوا على الكتاب والسنه ما يطلع سبحان الله. يخالفه. تمام. نعم. يهدون بغير هدي. نعم. تعرف منهم وتنكر. المراد يعني منها؟ يعني في اشياء ظاهر يقول والله تخدح فيها الاول. بعدين تفيق فتنكرها يعني اذا لهم منطق لهم منطق طبعا 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 يقول لك يا شيخ هو في مساجد في عالمنا الاسلامي بعد الاذان بصوت مرتفع يقول لك اللهم صل عليك يا كحيل العينين صحيح. يا اسود الشعر يا جميل الخلقه صحيح. صح ولا لا صح اهو ده تيجي تقول له ايه يا رجل يقول لك انت تكره الصلاه على رسول الله انت يا رجل ترتبك انت الاول لا اكره الصلاه على رسول الله لا ترتبك الاول تعرف وبعدين تفيق الكلام لا ابو بكر عملها يعني ده انصح من ابو بكر هذا انصح من مالك وابن حنبل هذا انصح من ابن تيميه وابن القيم لا تنكر خلاص هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم ما تنكر سبحان الله او يعملوا اعمال احيانا صح في تفسير اخر للحديث واحيانا واضح الايه الانكار في العسل والعياذ بالله رب العالمين قلت فهل بعد هذا الخير من شر الخير اللي في دخن ده في شر قال نعم شر 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 خالص بس شر 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 لا ليس فيه خير قال دعاة على ابواب جهنم اللي هم اصحاب المعاصي اللي هو الفحش والتفاحش اللي كان عمل في الامس نعم فحش واحد وذاك والله انا عملت الاغنيه بتاعت الفيديو كليب دي وخلصتها رحت اشكر الله عند الكعبه عملت عمره تبص كده تقول له ده بيعمل ايه ولا حبيت اقرب الدين الاسلامي عملت اغنيه كده يعني كما يظهر احدهم على الفضائيات نعم دعاة على ابواب من اجابهم قذفوه فيها سلم يا رب طبعا هم اللي قذفوه باعمالهم ولا نعرف ماهيه هؤلاء الدعاة اغراضهم افكارهم المهم ما طالما منافي ما هو ابن مسعود تلاميذ الرسول ذي العظمه كيف نعرف يعني دور حيث دار الاسلام الله الاسلام دار فين هنا يعني هذه نصيحة للسادة المشاهدين كيف نعرف هؤلاء الدعاء كنا ننخدع ونسمع ونقرأ أنا الحمد لله ما زال في الأمة يعني علماء وعلماء ثقات ومعهم مصابيح والحق أبلج كما قلنا والباطل ليدلج مهزوز فخليك أنت مع أهل الحق شوف الحق فين قالوا لسعد بن أبي وقاص أنت ليه معتزل الفتنة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية نعم فيه رد قال ائتوني بسيف إن قتلت به الكافر قتله وإن أردت قتل المسلم نبع عنه لما تلاقوا لي السيف ده هو شارك يبقى الميزان هنا إيه الحق بس والحق مقياس واحد الحق صح بس صح فدي دول كان حصيفا في دول تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا صح.
سبحان الله. صحيح. نعم. يعني دعاة على نار جهنم. ايوه. من اجابهم من اجاب قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. شوف سيدنا حذيفة واحد عزيز. من هؤلاء حتى نتجنبهم. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا. يعني هذا الشهود عدو. ده رجل ده بيتكلم لغة عجيبة. آه. لا 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 عربي وغشاء. عربي لغة عربي. خلاص سبحان الله. يعني اذا هي القضية انه كلامه ككلامنا. لا. وهو من بني جلدتنا. لا. ولكن يا اخي يريد ان يقول لك مين قال لك ان الربا حرام؟ ده مش ربا. ده فائدة. ده بركة. هذا ربح. بركة. هذا ربح يا اخي. صحيح. هذه تجارة. والتجارة شطارة. صحيح. بني جدتنا والرشوة هدية والعياذ بالله وهكذا يسمون الاشياء بغير السلام كده. قال فما تأمرني ان ادركتهم؟ ها اعمل ايه؟ قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن هناك ليس لهم جماعة ولا امام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. اذا الفرق في فرق بقى ما في جماعات بقى. احنا نقول جماعات على على الساحة الان دي جماعات الموجودة. هذه الجماعات دي جماعات وسائل دعوة. اخ ربما تكون فرق. لا 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 ان شاء الله طالما في اطار الكتاب والسنه جماعه. دي جماعه خلاص. وانا نرد في يعني في 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 برنامجنا مع فضيلتكم الفرق بين الجماعه والفرقه. يعني لا الفرقه والعياذ بالله دي تكون ضاله. لكن قد تفترق جماعه المسلمين على عده جماعات في وسائل دعوتها. جماعه تركز على السلوك، جماعه تركز على العوده الى المنابع، جماعه تركز على رقه القلب، وهذه كلها اشجار أشجار باسقة في بستان الدعوة الكبير. الله عليك. جميل. جميل. ويصورها سور الإسلام الكبير. الله أكبر. وأنا أخذ من هذه وأخذ من تلك، ولكن لا تدعي شجرة أنها الشجرة الوحيدة في هذا البستان. هذا هو المشكل. بس. نتكامل. خلاص. طيب. فاعتزل تلك الفرق كلها. خلاص أصبحت فرق بقى. تلك تمام. الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في صحيح مسلم. قرأت لك الحديث بالنص. بارك الله فيك. أهلا فيكم إن شاء الله. شهدنا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. تعمير قصة نجاح. تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، برج الأميرة أطول برج في الشارقة، مشاريع الدانة في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، مدينة السلام في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، والعديد من المشاريع المميزة. تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ويطيب لي ونحن نتابع معه علامات الساعة الصغرى إلى أن ننتقل إلى الكبرى بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن ننوه بأن هذه العلامات ليست دعوة للتشاؤم أو دعوة بعلو الصوت بأن القيامة قد قرب موعدها، ولكنها دعوة لكي نستفيق ونفيق ونعود إلى الله تبارك وتعالى حتى نحسن من هذه الصورة وأن نذهب إليه بصحائف بيضاء كما نزلنا من بطون أمهاتنا. هذا اللهم خير. هذا ما أردنا قوله. بارك الله فيك. طيب. زدنا من علامات الساعة. سيأتي على أمتي سنون أو على الناس سنون خداعات. نعم. سنون خداعات. سنوات خداعة سبحان الله. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. سلم يا رب. وينطق فيها الرويبضة في أمر العامة. قلنا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرويبضة. الرويبضة. هكذا المصطلح. مرة ثانية حديث. يعني سيأتي على الناس سنون خداعات. نعم. تخدع الناس. فيما؟ في كل أمر. وفصلة فصل وبعدين صورة تختل. نعم. صورة خداعة. صورة تخدع عاملة زي الصور التي تخرج هكذا يعني وتختفي فخداعة. نعم. ليست حقائق. جميل. ليست حقيقية. سنون خداعات يصدق فيها الكاذب. نعم. يقول كذب. الناس تبكي أمام المسلسل والرجل يكذب عليهم. صح. الرجل مات وهو لم يموت. مات والنساء يبكين امام الشاشه لقد مات من مات تمثيليه في الفيلم عليه يصدق فيها الكاذب. يصدق فيها الكاذب
ويكذب فيها الصادق. شوف هي تبكي امام وياتي الشيخ يقول لها الحجاب فرض. لا 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 يكذب الصادق هنالك نظر يكذب الصادق سبحان الله. يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الامين سبحان الله. الله اكبر والعياذ بالله تنقلب الايه. ولكن هذه فضلاتكم امور معنويه ربما لا نعرفها نحن الان، يعني لا نعرف الان من الامين ومن غير الامين. لا الناس تتكلم ان هذا امين هو امين جميل. لا اذا ايقن الناس بس مش اي ناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا هؤلاء ناس ولا هؤلاء ناس. علامة تضحك جميل ما شاء الله. على طريقة فضيلتكم بالله في القاء الآية الذين قال لهم الناس ان الناس من هؤلاء ومن هؤلاء يعني. الصحابة لما رجعوا من احد فخوفوه الناس اللي هم المحيطين بالمدينة خوفوا الصحابة. طيب الذين هؤلاء المحيطون بالمدينة هم أيوة. مسلمون لا 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 مش من المسلمين. طيب. الذين قال لهم الناس اللي هم الطابور الخامس او المنافقين. جميل. ان الناس اللي هو ابو سفيان. جميل هذا التعبير في الايه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبع رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى اذا احنا بقى الذين قال لهم الناس ان الناس الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى احنا لا عايزين لا هؤلاء الناس ولا هؤلاء الناس. صح. لا. يبقى لا نقول الناس تقول كذا. لا 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 نقول يعني اذا اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقول ثلاثة من ذوي العقول النبي. تمام. وقالوا ان فلان امين فهو امين. جميل هذا خلاص تمام صحيح. ولذلك لما يعني لا حجة لنا في ان نقول الناس تقول الناس لما صارت جنازه شكر مدح الناس في المتوفى قال الرسول وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنه. قالوا لما يا رسول الله؟ الجنه. قالوا ما قالوا لما يا رسول الله؟ قال ألا تدرون أن ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. تعرف الأمين ولا ما تعرف الأمين؟ صحيح. تعرف نعم. الصادق ولا تعرف الصادق؟ بهذا منطق. وبعدين ليه إحنا يعني أخي أنت ترى الآن الباطل رفعت له راية فاجتمع أهل الباطل حولها فظننا أن الباطل كثر. لا يا أخي والله أنا عن نفسي أنا ببعرة أهل الحق هم الكثر. كيف؟ كيف؟ لأنه لم ترتفع للحق راية بعد. والله ارفع راية الحق يتبعك أهل الحق وهم بالملايين بفضل الله في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالغيث ليدرى الخير في أولها أم في آخرها. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قال يا رسول الله بل منهم. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. يا سلام حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل لأنه لم ترفع للحق راية بعد. لا لا هذه المشكلة. ارفع راية الحق الناس فيها خير والله فيها خير كبير. الله هذا طيبة الله. الجالسون الآن على شاشات التلفاز يرون مثل هذه الحلقات ودروس العلم من إخواننا وزملائنا وأبنائنا من الدعاء وفي كل مكان. هذا مثال خير. نعم. هذا مثال خير سبحان الله. نعم. وبعدين ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. تجد واحد كده قاعد بعد على قهوة من القهاوي. نعم. يدخن السيجارة يطلع الشيخ يتكلم يقول مثلا ان الامر الفلاني حلال. لا حلال حرام. مرة راقصة من الراقصات قالت من قال ان الرقص حرام مثلا فيها حفتت. رويبضة يتكلم في امر العامة. ده قال احدهم على شاشات الفضائية قل من ذا الذي حرم زينة الله يعني على الرقص ولا او بنو جلدتنا يتكلمون. انت ما بتجيب امثله ما شاء الله عليك. حرم الزنا بس خلاص يعني سبحان الله العظيم في غير قياس. لا اله الا الله. فالانسان يجب ان يحتاط يعني سبحان الله. والفن رساله يعني كما يقولون. المهم تعال ينطق الرويبضه في امر العامه. الناس الرسول يقول ليه الرجل التافه الرسول لا يخرج كلام ابدا لا يمكن. فما بالنا يعني في بعض الاماكن تسلط الاضواء على هذا الرويبضه ويتكلم وينظر. قلنا في الامس ان يهلك الوعول ويعلو التحوت. تحوت. خلاص سبحان الله. صحيح. عندنا في مصر مثال لطيف يقول لك ايه القوالب نامت والانصاص قاد. بس كده القوالب نامت والانصاص قاد. سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ان من اشراط الساعه نعم أن تكلم
السباع الإنس. أن تكلم السباع الإنس. طيب السباع الحيوانات جمع سبع. أيوه. تكلمنا. أيوه. ونحن الإنس. أحكي لك حكاية. نود رواية في الصحيحين. نعم. واحد يهودي اسمه أهبان. ذئب أهبان. تذكرت أنت ما شاء الله. نعم. ذئب أهبان وعلى خارج على تخوم المدينة. الذئب خطف خروف أو نعجة من قطيع أهبان، ولكن أنت خير يهودي يخطف منه شيء يعني مشكلة. جرى خلفه فأقع الذئب. نعم. ثم قال يا أهبان اتق الله، أتمنعني رزقا ساقه الله إليك. وهذه لغة اللصوص. يعني اللص يشعر أن هذا رزق. رزقه. طبعا. نعم. فالرجل يتلفت يمنع ويسرى فلم يجد إنسا يتكلم. قال عجبا ذئب يتكلم. والأعجب منه الله يرضى عليه. فقال الذئب بل الأعجب، رجل نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن أطعته دخلت الجنة. يا سلام. جمع أهبان القطيع وراح داخل على المدينة ودخل قال هناك رسول، قال هذا الرسول محمد هاجر من مكة للمدينة. فلما دخل عليه قال ماذا قال الذئب لك يا أهبان؟ قال قص على الناس هذا انها حق. عليه الصلاه والسلام. قصها ان تكلم السباع والانس. ولها نص اخر سوف نتعرض عليه ونحن في النواصل صلى الله عليه وسلم. ان تكلم السباع والانس سبحان الله. هذه علامه. علامه ايضا من العلامات. زدنا لا تتوقف. الله يرضى عليك. والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يقول ايه؟ وليس به الدين الا البلاء. يعني مش من تدينه عايز يعني خلاص خايف الفتن، ما عندوش دين. بس عشان البلاء نازل على دماغه يقول لا يا ريت انا كنت يتمنى الموت. يتمنى الموت. سبحان الله. كفى بالمنايا ان تكون امانيه. صحيح. نريده مرة ثانية. يقول لك لن تذهب الدنيا والذي نفسي بيده، لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه. فيتمرغ عليه. تمرغ. نعم. من شدة الألم. ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ليس من الدين، مش من التدين. نعم. لا. ولكن من البلاء. لا لله. هروبا من كثرة البلاء. هروب البلاء. مش عادر. يعني يا رب خذني. الله يرضى عليك يا رب. ويصير الموت أمنية. ولذلك العباس لما دخل في مرض موته دخل الرسول عليه يواسيه يعني يعوده. قال ادعو الله لي يا ابن أخي. ادعو الله لي يا ابن اخي ان اموت. خلاص انا كبرت في السن اقعد اعمل ايه تاني. سبحان الله. قال يا عماه لا يتمنين احدكم الموت لضر قد نزل به، بل قل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي. اللهم صل وسلم. لان الخيريه عند الله مش عندك انت. انت لا تعرف عليه. ربما تموت، استنى شويه يمكن فيها توبه. ها افضل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله، وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. والعياذ بالله رب العالمين. هذه علامة من علامات الساعة. نعم. أن يتمنى الحي أن يكون مكان الميت. ليس من الدين ولكن من كثرة المصائب والابتلاءات. أسفشت. سبحان الله. نعم. ولكن هذا معناه أن الابتلاءات سوف تزداد. سوف تزداد الابتلاءات. نعم. ولا تطاق. قد لا يطيقها لأن إيمانه ضعيف. هذا مشكلة. الإيمان عندما يكون جهاز المناعة ضعيف أي فيروس ابتلائي يعني يدمر. يدمر. صحيح. لا يتحمل. لا يفتك به. نعم. هنالك موضوع انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا هلا شققت أن القمر يا محمد؟ قال وتؤمنه؟ قديمنا في مكة. طب نريد القصة من أول. المشركين أرادوا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني لو شققت لنا القمر نصفين لامنا به. الله لا اله الا الله. قال وتؤمنوا؟ قال اللهم شق لهم القمر نصفين. اقسم الصحابه اننا راينا نصف الجبل، نصف القمر على جبل ابي قبيس والنصف على الجبل المقابل. سبحان الله. فقال ابو جهل سحرنا محمد. اعوذ بالله. اعوذ بالله يا الله. قمه الكفر. يا سبحان الله. خلاص ختم الله على خلاص هو لا يسعى الى سبحان الله. انشقاق القمر. اقتربت الساعه وانشق القمر. وقلنا من قبل ان هتلر في بدايه الحرب العالميه الثانيه اراد مطلع قوي
يحفز فيه الشعب الالماني على خوض المعركه. فجاب الناس والمستشارين قال انا عايز مطلع من قصيده او حكمه او ايه من كتاب رباني من انجيل التوراه اي ابدا بها الخطبه. فكان في واحد عراقي عايش في المانيا في سنه 39 سبحان الله، فجاء بهذا فقد اقتربت الساعه وانشق القمر فبدا بها مطلع الخطبه لقوتها قويه بالفعل قويه اقتربت الساعه وانشق القمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول استرح قليلا يا رسول الله قال صلى يكتب الليل كان صدره مرجل يعني 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 كانه ماء يغلي داخل الاناء من البكاء مغلق من البكاء يغلي يبكي يبكي ازيز سبحان الله لا اله الا الله كان له صدر كازيز المرجل سبحان الله. فقال يا عائشه كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه البوق اسرافيل سيدنا اسرافيل قدم رجلا واخر الاخرى وحان جبهته وشخص الى السماء ينتظر الاذن من الرحمن ان ينفخ في البوق. فتخيل الرسول شايف المنظر هذا يقول ايه؟ يقول لو تعلمون ما اعلم لو كشفت لنا الحقائق وعلمنا ما عند رسول الله قال لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياه ولخرجتم الى الصعودات تجأرون أطت السماء ثقلت عليهم بما عليه وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله. فهذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد وهو العبد الذي اكتملت فيه صفات العبودية من رحمته الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى سيدنا إسرافيل هو كان يرى ما لا نرى هذه القلوب معذرة نريد وصف البوق مع سيدنا إسرافيل مرة ثانية التقم قرنه نعم ثم القرن نعم سبحان الله التقم قرنه حتى في اللغات الأخرى اسمه هرن صحيح قرن سبحان الله التقم قرنه قدم قريدا وأخر الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتد إليه طرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ في البوق عند يا الله الله قاعد منتظر الإذن سبحان الله انتظر الإذن فانظر إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وتعايشها الصحابة. يا مؤمن احنا نجد مسيخ الدجال ونرى أن عمر والرسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنتي ويسرى خشية أن يكون المسيخ بجواري من عهد سيدنا عمر الرسول يخطب وعمر يخاف وتوجس يقول له اثبت يا عمر ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ما تخاف فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم على كل مسلم سبحان الله لان الرسول لو كان موجود يعني سبحان الله لهانت امور كثيره لا لكن صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا بشرعه وبكلامه لان اذا تبعناه يا شيخنا الشخص الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته وسكناته كان ما يعرض علينا شريط فيديو ما ترك الصحابة لا شاردة ولا واردة عن رسول الله وسجلوها. هنالك بعض الكتب وصفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا احنا ممكن في ان شاء الله بس بعد الحلقات ناخذ حلقه حتى نتقارب في وصفه نريد ان نتعرض لمماته صلى الله عليه وسلم بعد علامات الساعه ان شاء الله يعني وهذه حلقه شديده ولكن ندعو الله التوفيق ان يعني هذه من الحلقات الثقيله جدا او المؤثره جدا ولكن ندعو الله بالتوفيق ان نتحدث في حلقه عن وفاه صلى الله عليه وسلم وهي موضوع مهم في علامات الساعه وموضوع مهم في رعاة الحق طبعا نعم ان يعني ان يتركنا رسول الله هكذا نعم عليه الصلاه والسلام. فضيله الشيخ ما الحكمه يعني دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه العلامات نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله لأن النفس لا تتحمل أكثر من هذا حقيقة يعني فسامح لنا نعم أنا أود أن أتحمل أكثر من هذا كمان شوية عندي حلقة أخرى كمان إن شاء الله إن شاء الله نكمل في حلقة أخرى لكن لا أنا شخصيا لا أوفق لا ابن توقع الحكمة في إيه الحكمة في إيه الحكمة في علامات الساعة الحكمة في علامات الساعة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن كلما رأينا قلنا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا هو الامر الاول الامر الثاني ان هذه العلامات جاءت لكي ننتبه كما قلنا في البدايه ينتبه الغافل ويتوب العاصي ويهتدي الضال ويعيد الظالم المظالمه الى اهلها هذا الفائده الثالثه الفائده الثالثه ان الانسان يكون على استعداد اللي قال ماذا انتظر بعد
يعني ما زال الباب مفتوحا فرصة. نعم. لأن هيجي يوم لما ينزل القبر والرب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقال له كلا. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان الربيع بن الخيثم لما الدنيا تهجم عليه عمل قبر في بيته ينام ويقول رب ارجعوني يخرج رب يجي بره يقول يا ربي تذكر إذا قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا. فضل الشيخ أنا لا أطيق لا أتحمل تكملة الحلقة. شكرا لك نلتقي في الغد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. بارك الله شهدين الكرام نراكم في الغد إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية تعمير. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا